نبدأ معك دكتور أسامة. دكتور أسامة، الرئيس الأسد في موسكو، نتحدث عن يعني أسباب تقليدية تقال في وسائل الإعلام حول أهداف هذه الزيارة، لكن هل هذه فقط هي الأهداف أم أن هناك أهدافا أخرى لم يتم الإعلان عنها حول هذه الزيارة؟ طبعا بعد التحية لكم وللطاقم العام جميعا وللضيوف الكرام وللمشاهدين جميعا أيضا. الحقيقة هناك يعني ما يمكن أن يعتبر بداهة من ما سوف يبحث في قمة جدول الأولويات في هذه القمة، وهو الوضع السوري بشكل عام ووضع الوساطة ما بين سوريا وتركيا التي يقودها الجانب الروسي بكثير من الصبر وطول النفس والأنات إلى أن وصل فيها إلى مرحلة تقارب مرحلة النضوج. إضافة إلى ذلك، هذا على المستوى لنقل السياسي الخارجي أو الجيوبوليتيكي أو يعني من هذا القبيل. على المستوى العلاقات الثنائية، اليوم هناك مرحلة جديدة تبدو في الأفق. لا، سابقا كنا نرى هذه الزيارات وكأنها يعني كما يقال تيت أتيت، مجرد الرئيسين مع بعضهما دون أن يكون هناك وفد يتضمن فعاليات حكومية واقتصادية. اليوم هناك حضور لوزير المال والوزير الاقتصاد السوري، هذا يعني أن العلاقات خرجت من إطار الإنعاش ما بين دولة كبرى تدعم دولة تتعرض لهجوم واسع النطاق من قوى إرهابية وقوى إقليمية إلى يعني وضع أكثر راحة وأكثر استقرارا في العلاقات وفي الأجواء بشكل عام، بحيث يمكن البدء باستعادة الحديث عن التعاون الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار، وهذا ما يظهر واضح في يعني إطار الوفد السوري المرافق للرئيس الأسد. نعم. طبعا هنا أيضا نتحدث بدون شك عن مرحلة جديدة تظهر في معالمها في الشرق الأوسط، لا تخبئ نفسها الحقيقة، مرحلة تسحب فيها السياسات السابقة التي يعني سادت عقد ونيف من الزمان ويعني تميزت بالدموية والصدام ما بين العديد من الدول الإقليم والدول العربية.